سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وتكونوا ملاح وتكونوا مهنيين. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم الرز، جبت لكم وصفه نتاع الرز، اون غوسيت دو ري افيك دي ليغوم. واش نقول لكم؟ روعه، ما تسحقوش اون صوص معاه. وتشوفوا دوك، تشوفوا الطريقه كيفاش نخدموها، اي تو تري تري فاسيل. وفي 15 دقيقه عندكم ان بلا دو ري، وصفه نتاع الرز رائعه. دونك فوالا، اقعدوا معايا نشوفوا الوصفه والطريقه والمقادير مع بعض. الوغ نبداو بالرز. هنايا درت زوج كيسان نتاع الرز مع 3 كيسان نتاع الماء وشويه ملح، ونخليهم يطيبوا. في طنجره درت فيها شويه تاع الزيت، زيت الزيتون، رميت بصيله، بصل تاعي قطعته رقيق هكذا، مقطع رقيق. تحبوا تسكرفجوه اسكرفجوه معليش، وخلوه ابيتي فو هكذا يتقلى غير بالعقل. كي يتقلى هكذا شويه برك، واش تزيدوا له؟ زيدوا له زروديه، زروديه غابي، رابيوها في لاغاب هذيك الخشينه. انايا وقيلا درت هنا 3 حبيبات، رابيو زروديه ورموها فوق البصل، وخلوها قلبوها هكذا، قعدوا غير تقلبوا، خلوها تتقلى توجور ابيتي فو، سينو يشد لكم. كي تكون ابتي فو نو، يطيب غير بالعقل بلا ما الطنجره تاعكم تشد. واش نزيد دوكاتيك؟ نزيد القرعه، نزيد الكورجيت. هنايا تانيك درت 3 حبيبات كورجيت، تانيك مرابيين في لاغاب الخشينه، رابيتهم وزدتهم الزروديه والبصل، ونزيدو نخلوهم يتقلاو مع بعضهم غير بالعقل. ابيتي فو توجور ابيتي فو، باسكو الطنجره تاعنا ما نديرولهاش الماء. هاد الخضره هادي طيب غير في ماها، على بها الخضره تاعنا تجي بنينه، ولو ري تاعنا يجي شهي وبنين. فوالا تقلات شويه الخضره تاعي، دونك شوفي اسيزوني. ندير هكذا كيما راكم تشوفوا شويه تاع الملح، ونزيد قانيت شويه تاع فلفل الكحل. دوك تشوفوه راكو شدوه فوالا. واش نزيد له انايا دوكاتيك؟ نزيد له شويه نتاع كركم، نحب الخضره تاعي هكذا تجي شويه ملونه، دونك نزيد له شويه هكذا ان بو دو كركما، منها يمد له لون ويمد له ذوق بيان سور. وهنا واش زدت؟ زدت واحد 3 سنينات ولا 4 سنينات نتاع ثوم. انا هنايا نقطع فيه هكذا رقيق بالموس. تحبوا كانيت كرازيواه ولا ترابيواه كيما تحبوا. انايا قطعته هكذا غير رقيق رقيق. انايا نحب الثوم، دونك درت له واحد 3 سنينات ولا 4، الله الله. ودوك هنايا واش عندي؟ عندي الرز تاعي راهو قريب يطيب، خلاص قعد له يا ربي شويه برك بيطيب. واش درت؟ درت زعفران، درت له الماء سخون، وراني ندير هكذا بالمغرفه، ندير شويه شويه، راح يمد له ذوق هايل، وسورتو سورتو راح يمد له اون كولور اكسترا، يجينا شويه صفيفر شويه بيض، الله الله. دونك يمد له اون بيل كولور وذوق روعه. شوفوا شوفوا ديجا هكذا الرز هاو يبان شباب. وهنايا واش عندنا؟ عندنا الخضره تاعنا اللي طابت، شوف طابت بيان بيان بيان، طابت تري بيان مالغري ابتي فو، طابت دقيقه يعني ما تاخذش بزاف الوقت. وانتم كانيت الخضره تاعكم ما تخلوهاش حتى تولي حرويطه، حتى تولي اون سوب. كامام لازم نشوفوا الزروديه ونشوفوا القرعه طايبه مي نشوفوها. حنايا دوك هذيك هنايا الروز تاعنا كانيت طاب تري تري بيان، طاب كومبليتمون. نجو نحطوه على الخضره، وشوفوا شوفوا داك اللون، شوفوا اللون تاع الرز كيفاش يجي بيض وصفر مع الاورانج والفير تاع الخضره، شوفوا الله الله. وحطوا هنايا بار بوتيت كانتيتي، يعني الرز تاعكم ما تحطوش على ضربه، حطوا هكذا شويه، يعني لا مواتي تاع لا كانتيتي اذا حبيتو. ومن بعد تيك خلطوه مع الخضره بالعقل بالعقل، وزيدوا لوتر كانتيتي حتى تخلص لكم كامل هكذا، باش تكونوا سيغ باللي الرز تخلط بيان 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 مع الخضره. هنا زدت لا دوزيام مواتي تاع الرز، وراني ندخل هذاك الرز بيان 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 في الخضره هكذا غير بالعقل.
وهذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم تاع لوغي بالخضرة. شوفوا كيفاش يجي. و فو نافي با بيزوان دو صوص، يجيكم هكذا انتيغي فيه اون صوص، الوغ كو حنايا هكذا درناه بالخضرة. دونك ناكلو كامل لي فيتامين والبنة نتاع الخضرة، فريمون رائع. هذه هي قلت لكم الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتكون لاقت بكم. سيوها فريمون، فو نالي با ريغريتي. وهكذا نكونوا كملنا الوصفه تاع اليوم، لا غوسيت تاع اليوم تاع لو ري او ليغوم ولا الرز بالخضره. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تكون عجبتكم وتعودوها وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. انا على بالي بلي راح تعجبكم وتعجب سورتو ولادكم اللي يحبوا لو ري، و سي اون بون اوكازيون باش توكلوهم الخضره، يعني ماش راح تبان لهم هكذا بزاف وتجيهم بنينه. يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين دون دوتغ غوسيت. بقيكم سلامه ونقولكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو ديما في ساعه الخير.